شكرا لك لأنك أجيت معي. أنا أجيت من شان حياة. نحن الاثنين هون كرمال حياة، تطمن. يعني مراد كيف بيقدر يكون هيك؟ كيف أصلا بيعزمني لحتى أجي لعنده على البيت؟ إيه؟ إذا مو مضطرة لا تفوتي على بيت مراد مرة. مزبوط، بس أنا رح فوت كرمال حياة، والأهم كرمال إنك تشوف وشه لمراد الحقيقي. سامحني أنور تخ. أيوة، وينو هاد؟ بغيب دقيقتين برجع ما بلاقي. لا ما لقيت شي، لا تاكلها. لما طلعت أنا مليت لحالي، قمت هربت. رح أتفرج على الفيديوهات بالبيت. بظن ما عاد في داعي لهدول الوراق، وخلينا نفسخ هالعقد. وأصلا هاد الاتفاق اللي كان بيناتنا خلينا نعتبر إنه ما كان من الأساس. مرحبا. يلا ما عندي وقت لهيك، ورجيني الدليل اللي قلتي عليه. رح تشوفه وحتقتنع مراد. طيب أنا بس بدي أفهم، أنت ليش كل هالقد واثقة إنه خالد داليا ورا هاد الموضوع؟ لأنه أنا اللي سرقت لها السيديات. والله خجلانة كتير مراد، صدقني. تعرفي كنت متوقع. اسمع شو صار معي. اتصلت فيني امك داليا، قالت لي انه بدها تشوف الشغل لانكم ما خليتوها تشوفه وهي كانت حابه. انا ما كنت متوقعه تستغلهم، بالنهايه هي شركتها، يعني ليش بدها تاذيكم؟ ما بعرف. طيب قلت لي عندك دليل. بصراحه انا سالتها كيف بتعملي هيك، وانا كيف بدي اطلع بوجه مراد وانور، هي جريمه. قالت لي كلام خوفني عن جد. قمت أنا سجلت اللي قالته من باب الاحتياط، يعني لحتى أقنعك. إيه بس هالمرة مشروع الماركة الشاملة رح ينضر، عائلتك وشركتك حتى ابنك رح ينضر، أنور رح ينضر كتير من وراها. لا مراد بس رح يتأثر، لأنه بيني وبين مراد في اتفاق، نجاح المشروع الكل بيتشاركه، بينما الخسارة مراد لحاله رح يتحملها. بتمنى أنه تسامحني إذا كنت غلطانة بحقك مراد، أرجوك.